بعدها لك يا عم جميل بتدق بالرخاوة كده ليه؟ دق كيف الرجالة؟ بدق هو يا كبير. بعدين؟ عدق هو كبير حدق. ألو؟ أيوه يا عربي. واه جنينة جديدة؟ كيف حصل ده؟ وميتة؟ طيب أنا جاي طوالي اللي بيجرى لك أنا جعاوي ده هاتي لي خلقاتي عقليات الدق يا عم الجميل دق كيف ما قال لك الكبير أدق نفوخي أجيبك منين يا عطر يا حبة القلب أدق بيوت البلد كلها باب باب لحد ما ألقاكي جرالك ايه هين العين قلت لك انا هحلها اديك اهو محدش عارف لك طريق يعني لو كنت سمعت كلامي هجينا من هنا مش كان احسن واه يا حبه الكلب واه يا عطر قوم يا ست الناس الله يخليك قوم يا ست عطر والنبي ما تودينيش في ده الحمد لله هاي بتفوق اهي يا رب خلاص